السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادة العلوم للصف الثامن ألف مس دعاء أبو عميرة. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل شرح درس توصيل المقاومات على التوازي. بالحصة الماضية تعرفنا على توصيل المقاومات على التوازي، حكينا إنه اليوم إن شاء الله رح نستذكر توصيل المقاومات على التوازي ونطبق حساب مقاومة المكافئة للتوصيل على التوازي. حكينا الحصة الماضية عن توصيل المقاومات على التوازي، إنه المقاومات هذا هو عبارة عن رمز المقاومة بيكونوا موازيين لبعضهم البعض، أي كل مقاومة بيكون الثانية فوقها أو تحتها، موازية يا إما فوقها يا إما تحتها بتكون، وكل مقاومة بتكون متصلة بسلك خاص فيها. فبالتالي حكينا إنه هاي النقطة اللي بتفرع عندها الأسلاك هي سلك للأولى وسلك للثانية وسلك للثالثة. فبهاي الحالة كل مقاومة لها تيار خاص فيها، كل مقاومة لها تيار خاص فيها، والثلاث لهم نفس الجهد. فالتوصيل على التوازي بيكون التيار مجزأ وبيكون عندنا الجهد نفسه. أوكي تمام. حكينا من محاسن أو فوائد التوصيل على التوازي إنه أي عطل بيصير بالدار، يعني أي عطل بهاي المقاومة ما بيأثر لا على المقاومة اللي تحتها ولا على اللي تحتها ولا على الدارة كامل. وحكينا كمان إنه التوصيل على التوازي بيعطينا من المقاومة الكبيرة بيصغر لنا إياها لمقاومة أصغر، يعني بنشأ عنها مقاومة أصغر منها. فبالتالي كل ما كانت المقاومة أصغر بيكون التيار أكثر. حكينا من قبل إنه العلاقة بيناتهم عكسية. أوكي تمام. اليوم بدنا نطبق قانون حساب المقاومة المكافئة للتوصيل على التوازي. نستذكر القانون، حكينا واحد على ميم مكافئة بتساوي واحد على ميم واحد، هي بنكون احنا رمزلينها بالمقاومة الأولى، زائد واحد على ميم تنين، زائد واحد على ميم ثلاث، وهكذا على عدد المقاومات اللي معنا. نعطي أمثلة ونطبق عليها. مثل أمثلة، احسب المقاومة المكافئة للمقاومات الآتية. عنا هاي مقاومة الأولى. أوكي تمام. كيف رح نحل؟ هاي معانا القانون، واحد على ميم واحد تساوي واحد على ميم واحد، هاي ميم واحد، زائد واحد على ميم تنين، هاي ميم تنين، زائد واحد على ميم ثلاث، هاي ميم ثلاث. كيف رح يكون الحل؟ منطبق على القانون، منحكي يساوي واحد على ميم واحد اللي هي ستين، فمنحكي واحد على ستين زائد ميم تنين ثلاثين، في عبارة واحد على ثلاثين زائد ميم ثلاث اللي هي ستين، فمنحكي واحد على ستين. في حالة الجمع لازم إنه نوحد، فبضرب هون ضرب تنين حتى إنه أوحد، فلازم أضرب ضرب تنين حتى إنه أوحد. هنا ضرب تنين ضرب تنين. أوكي تمام. فبتصفي عنا واحد على ستين زائد تنين على ستين زائد واحد على ستين. هلأ واحد زائد تنين زائد واحد اللي هي عبارة عن أربعة على ستين. أربعة على ستين اللي هي واحد على ميم مكافئ، وأنا بس بدي أوجد ميم مكافئ مو واحد على ميم مكافئة، فباخد المقلوب بقلبها، فبتصير ستين على أربعة. ستين تقسيم أربعة هي عبارة عن خمستاش، فالجواب بيكون معنا المقاومة المكافئة خمستاش أم. إذن كيف حلينا؟ أوكي. حكينا إنه هاي القانون، عوضنا واحد على ستين هي المقاومة الأولى، زائد واحد على ثلاثين هي المقاومة الثانية، زائد واحد على ستين اللي هي المقاومة الثالثة. بهاي الحالة ما بنقدر نجمع كسور، لازم نوحد، فبنضرب ضرب اثنين ضرب اثنين، فبيطلع واحد على ستين زائد اثنين على ستين زائد واحد على ستين. بهاي الحالة بقدر أجمع واحد زائد اثنين زائد واحد عبارة عن أربعة، أربعة على ستين هاي واحد على ميم مكافئ، أنا بدي أوجد ميم مكافئ، فباخد المقلوب، بنقلب
البسط والمقام على الجهتين، اضطر الإشي اللي بعمله على الطرف الأول بعمل نفسه على الطرف الثاني. فمين مكافأة تساوي 60/4؟ 60 تقسيم 4 اللي هي عبارة عن 15 أوم. أوكي تمام، ناخد كمان مثال. المثال الثاني اللي معانا نفس المبدأ، ترتحل نفس القانون، رح نطبق نفس التعويض. فرح نحكي 1/(-1) اللي هي 1/9، زائد 1/(-2) هي أيضا 1/9، زائد 1/(-3) هي أيضا 1/9. فإذا كان الثلاثة عندنا 1/9 زائد 1/9 زائد 1/9. بهاي الحالة موحدين، فما علي إلا أجمع 3 1 + 1 + 1 اللي هي عبارة عن 3/9 نفس المبدأ. هاي عبارة عن 1/(m). أنا بدي أوجد الميم مكافئ، فباخد المقلوب اللي هو 9/3. المقلوب عندي 9/3، الجواب بيكون عندي 3. كيف؟ نشوف. اللي هو عبارة 1/(m) 1/9 + 1/9 + 1/9 متساويين. فبهاي الحالة بجمع، احنا بدنا ميم مكافئ، ما بدي 1/(m), فباخد المقلوب وبطلع الجواب معاي 3 أوم. اوكي تمام، ناخد كمان مثال. اخر مثال معانا نفس المبدأ، 1/12 1/(m) تساوي 1/(-1) اللي هي 1/12، زائد 1/(-2) هي نفسها 1/12، زائد 1/(-3) هي 1/3. اوكي تمام، كيف حلينا؟ وحدنا، ضربنا ضرب 4 ضرب 4 حتى انه نوحد. فواحد على 12 زائد 1/12 + 4/12 هي عبارة 6/12. 1/(m) لا، بدنا ناخد المقلوب، بقلب في 12/6 وتساوي 2 أوم. هيك بيجي الأمثلة تطبيقا على قانون حساب المقاومة المكافئة في التوصيل على التوازن. نفتح مع بعض على صفحة 81 نحل أسئلة الدرس. أوكي تمام، تقويم والتأمل صفحة 81. السؤال الأول بيقول لك أي الدارات الآتي؟ عندنا الدارة ألف والدارة باء والدارة جيم. أي الدارات الآتي لو تعطل أحد المصابيح فيها فلن يؤثر ذلك على باقي المصابيح؟ عندنا بهاي الحالة هون توصيل على التوالي، وهون توصيل على التوالي، وهذا توصيل على التوالي، بس بالنسبة هدلون لبعض توازي، بالنسبة هاي لهدلون توازي، وهون كله توازي. إحنا بنعرف هلا السؤال بيقولك لو تعطل أحد المصابيح، لو تعطل هاي هل فلن يؤثر على باقي المصابيح الأخرى؟ جواب الداربة. ليش الداربة؟ الداربة لأن التوصيل فيها على التوازي، يعني لو تعطل هاد هذا رح يشتغل وهذا رح يشتغل وهذا رح يشتغل، بينما الدارة ألف لو تعطل هاد رح يشتغلوا اللي فوق بس هذا ما رح يشتغل، والدارة جيم لو تعطل هاد هذا ما رح يشتغل وهذا رح يشتغل. لهيك الجواب أي الدارات الآتي لو تعطل أحد المصابيح فيها فلن يؤثر على باقي المصابيح اللي هي الدارة باء، أن التوصيل على التوازي. السؤال الثاني نقرأ مع بعض من الكتاب. تضيء المصابيح في الدارة الموصولة على التوازي بشكل أقوى من المصابيح الموصولة على التوالي. ليه؟ لأنه في التوصيل على التوازي ليه بتضيء؟ لأنه في التوصيل على التوازي بيكون إن المقاومة كانت كبيرة، بالتوصيل على التوازي بنقلل من قيمة المقاومة، دام قلت قيمة المقاومة فالتيار المار بيكون أكثر، مدام قلت قيمة المقاومة فالتيار المار بيكون أكثر، فالتوصيل على التوازي بيكون إضاءة المصباح فياته أكثر، لأن المقاومة المكافئة لمجموعة المصابيح الموصولة على التوازي أقل، وبالتالي يمر التيار بقيمة أعلى من مروره فيما لو كانت موصولة على التوازي. فسر توصل الأجهزة الكهربائية المنزلية على التوازي. لا، عندنا في البيت نوصل الأجهزة على التوازي لعدة أسباب. من هاي الأسباب إنه كل جهاز في البيت بيعمل لحاله، مش معتمدين على بعض بوظيفة أو إنه يشتغلوا مع بعض، والإمكانية تشغيل كل جهاز بشكل مستقل. والشغل الثاني إنه أي عطل ما بيأثر على باقي الأجهزة،
أي عطل في إحدى الأجهزة لا يؤثر على باقي الأجهزة. أوكي تمام، هيك إحنا بنكون إن شاء الله أنهينا الوحدة الثانية، وحدة الكهرباء المتحركة، وآخر درس فيها بيكون عندنا واجب إن شاء الله حل أسئلة الفصل صفحة 83 و84، وحل أسئلة الوحدة صفحة 86 87 88 إن شاء الله بيكون حلهم على الدفتر. بالحصة الجاية الفيديو القادم بنحل هاي الأسئلة مع بعض إن شاء الله، ويعطيكم ألف عافية.